جميعنا نعرف وش أعلنت عنه أبل قبل فترة من تحديث الأكسسواراتها مثل الماجيك كيبورد الجديدة وأيضا الماجيك تراك باد. طيب وش الفرق عن النسخ القديمة وش صار بالنسخة الجديدة وش تغير؟ خلونا نعرف في هذا التقرير. في بداية الموضوع راح تلاحظون اني اهملت الماجيك ماوس وهالشي لاني مقتنعت انها تستاهل الحديث عنها لان معظم اجزائها ما حصل لها اي تغيير باستثناء انه البطاريات صارت بطارية داخلية وبامكانك تشحنها عن طريق سلك يشبه سلك الايفون اللي يسمحوا لي اقول عنه مكان سيء جدا. خلونا ننتقل للماجيك كيبورد اللي صراحة أشوف أنها تغيرت للأفضل وبشكل كبير بحيث أنها الآن صارت تنشحن بدل ما كانت بطاريات مثل ما ذكرنا قبل واللي كانت تعتبر مزعجة عند الكثير والراعي فيها تصميمها الخارق واللي صار أسهل من ناحية الكتابة ويساهم في تسريع العملية من حيث أن تصميم الأزرار اختلف بعض الشيء كما أن ارتفاع الماجيك كيبورد أصبح مناسب ويعطي شكل أكثر جاذبية وهالأمور البسيطة قادرة على أنها تسرع من إنتاجيتك في الكتابة والتعامل مع النصوص. الماجيك تراك باد 2 لما نلتفت للتصميم الخاص فيها راح نلاحظ تطور واضح وتصميم افضل من سابقتها 100% علما انه تراك باد 2 يعتبر اكبر من القديم كما ان الماجيك تراك باد مصنوع من الزجاج واللي اكيد راح يعطيك شكل افضل. ايضا الماجيك تراك باد يدعم ميزة الفورس تاتش واللي تعتبر من المزايا الجديدة واللي تعطيك تحكم اكبر من ناحية النقرات والتعامل مع التطبيقات. كمان التعامل مع الماجيك تراك باد 2 أصبح أسرع ويفهمك حتى لما تحرك أصابعك بنعومة ستجد منها التعامل السريع مع ما تريد. الرائع فيه أيضا أنه عندما تغلق الجهاز بالنسبة للماجيك تراك باد فعندما تجلس تضغط عليه لن تجد أي تحرك منه فقط ثبات كامل لكن شغله من جديد وانقر ستجد أن الجهاز يتجاوب معك وهذا الشيء الرائع والغريب في نفس الوقت. هذا كان الفرق بين تراك باد القديم والجديد وايضا الماجيك كيبورد القديم والجديد. اتمنى اكون وفقت في طرح المعلومه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.